من المعروف أن للمساجد حرمة، ولكن هناك بعض البشر قد غرتهم الحياة الدنيا ونسوا عذاب الله تعالى وتعدوا على هذه الحرمة. ولم يقتصر الأمر على مصلى الرجال فقط، وإنما وصل أيضا إلى مصلى النساء. فتعال معنا في هذا الفيديو لنتعرف على ما فعله هذا الرجل الذي دخل إلى مصلى النساء متخفيا واستغل انشغالهم لفريضة الصلاة. ولكن قبل المتابعة ادعمونا بإعجاب لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. في هذا المشهد نجد أن النساء منشغلات بالصلاة، وهناك لص متخفي يرتدي ملابس سوداء ينتظر أن تسمح له الفرصة حتى يقوم بسرقة إحدى السيدات، فيستغل إتيان ركعة السجود حتى يحاول سرقة محفظتها، ولكنه فشل في ذلك. وهذا لم يمنعه من المواصلة، فاستغل انشغال النساء في الركعة الثانية وقام بالفعل نفسه لسرقة سيدة من الصف الأول في صفوف المصلين، ومن ثم لازم الفرار سريعا دون أن يشعر به أحد. أيضا في هذا المشهد هناك رجل يقتحم مصلى النساء ومن ثم يتراجع خوفا من أن يكون قد رآه أحد، ولكن بعد ذلك وبالرغم من أنهم كانوا غير ساجدين وفي التشهد قام بسرقة حقيبة السيدة أمام عينها ولازم الفرار. يا ترى هل تمكنت السيدة من اللحاق به؟ لا أحد يعلم ماذا حدث. هذه المرة تحدث السرقة داخل مصلى الرجال. هذا الرجل الشاب الذي في مقتبل العمر اختار السرقة من بيوت الله بدلا من أن يعمل عملا شريفا، وها هو يقلب في الحقائب لكي يحصل على حقيبة مناسبة ليسرقها، مستغلا أن صاحبها منشغلا بالصلاة، وبعد ذلك يمثل أنه يصلي ومن ثم يحاول إرجاع الحقيبة إلى الخلف كأنه يريد إفساح المكان لنفسه للصلاة، ومن ثم يخرج وبعدها يطمئن بانشغال الناس بالصلاة ويدخل لسرقة الحقيبة من جديد بأعصاب هادئة كأنها ملكه. يبدو أن هذا اللص هو حديث العهد بالسرقة، فها هو يدخل إلى مصلى السيدات. يجوب هذا المصلى يمينا ويسارا منتظرا الفرصة التي تسمح بالقيام بالسرقة، وبينما هو في وضعية التشهد يقوم بالمرور بجانب إحدى السيدات حتى يسرق حقيبتها، وعندما حاول الفرار تمكنت السيدة من إمساك الحقيبة في رد فعل تلقائي منها. هذا اللص يبدو أنه خاب أمله في سرقة المصلين أثناء الصلاة، فما كان منه سوى أن يسرق المسجد نفسه. فها هو يدخل ليقتلع أحد البراويز الموجودة على جدار المسجد. الغريب في الأمر، لماذا يرفع جلبابه بهذا الشكل؟ أهي استراتيجية من استراتيجيات الهرب؟ الله أعلم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم على المشاهدة.